في البداية طبعا بحب أرحب بحضراتكم، وبحب أرحب بأستاذي ورئيسي السابق الأستاذ عبد المنعم مطر، وبرحب بزميلي الصديق العزيز بالنسبة لي الدكتور محسن الجيار، وبرحب طبعا بذوي الخبرة العالية الدكتور ياسر محارم. طبعا زي حضرتك ما سألت بنتكلم على الفاتورة الإلكترونية. الفاتورة الإلكترونية طبعا هي أحد محاور ما كانت الإجراءات داخل مصلحة الضرائب المصرية، وبالتالي حضرتك بتسأل على مراحل تطبيقها، هي مرحلتين من البي تو بي والبي تو سي. تم تطبيق المرحلة الأولى اللي هي من بي تو بي، اللي هو من بائع مسجل إلى مشتري مسجل، على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تمت في 15 نوفمبر 2020 على 135 شركة، ثم المرحلة الثانية بدأت اعتبارا من 15 فبراير 2021 على 347 شركة، ثم المرحلة الثالثة على باقي الممولين المسجلين في مركز كبار الممولين وعددهم 2800 ممول. ولحسن الحظ برضو، بالرغم ان احنا قلنا ان القرار الاولاني لمعالي وزير مالية بال135 والقرار الثاني 347، الا ان المسجل على المنظومة الالكترونية حتى الان عدى هذا الرقم، وهناك من دخل في المنظومة الفاتورة الالكترونية بالرغم من انه لم يصدر له قرار، وبالتالي بنجد هناك رغبة من الممولين في الدخول داخل هذه المنظومة، وهم عددهم دلوقتي حاليا حوالي 511 ممول تم تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية.